مرحبا بكم بجلستنا الثانية. اليوم راح نتعرف انه شلون راح ننصب البايثون. طبعا احنا راح ناخذ اكثر من طريقة، السبب انه هذه محاضرات احنا هسه بدنا نعطيها في الوقت انه احنا كليتنا موجودين بحظر بالبيوت ونستخدم التعليم الالكتروني، فمو كل الطلاب عندهم مثلا حاسبات، ولا كل الطلاب ممكن يكون عندهم الويندوز. طيب احنا راح نشوف، يعني ممكن انه انتم حتى لو تكونون تستخدمون تليفونكم ممكن انتم تشتغلون على البايثون، وممكن تسوون البرامج وتقدمون الواجبات. فراح نشوف الاونلاين، راح نشوف شلون نقدر نشتغل البايثون اونلاين، وراح نشوف شلون نقدر نشتغل بيه على الموبايل، وشلون ممكن احنا ننصبه على الويندوز 10. يلا خلونا نبدي. راح ناخذ اول شيء شلون ممكن انه احنا نشتغل عليه اونلاين. طبعا اسهل طريقه انه نشتغل بالبايثون اونلاين هي بالويب سايت لترينكت. اوكي ترينكت نقدر نشتغل بها بايثون 3، نقدر نشتغل بها HTML و CSS. سهلة بسيطة، وممكن انه احنا بسهولة نتعلم عليها. طبعا حتى احنا نروح اول شيء نروح على الويب سايت اللي هي trinket.io، من بعدها انه احنا نسوي لنا حساب حتى نقدر نحفظ البرامج مالتنا، حتى نقدر نخزنها. فنسوي ساين اب. تشوفوا انه الساين اب سهل بسيط. طبعا ملاحظة، اي ساين اب دائما يطلع لنا هيجي شيء، مثلا يقول لنا ساين اب وذ جوجل او ساين اب وذ فيسبوك. طبعا احنا الافضل ما نسويها، الافضل ما نروح عليهم دولة. ليش؟ لانه اذا احنا سوينا ساين اب مثلا بالفيسبوك مالتنا، هنا احنا راح نعطي سماحيه لهم انه يشوفون معلوماتنا في اي برامج هي مثلا خارج الفيسبوك. فاحنا الافضل انه احنا دائما نسوي كرييت الاكونت. طيب الفول نيم نعطي هنا اسمنا الكامل، اليوزر نيم هذا الاسم اللي انتم راح تستخدموه مثلا بداخل، يعني الناس اللي راح يشوفوا لكم يشوفوا، وممكن انه ما يكون مو شرط انه يكون اسمكم. اوكي الايميل اللي انتم راح تستخدموه، الأفضل إنه طبعاً تستخدمون الإيميل اللي أنتم سجلتوا بيه بالصف بالنسبة لطلابنا، وأدخلوا لكم باسورد. طبعاً الباسورد الممتازة أو الباسورد الزينة اللي هي تكون بيها 2 مثلاً حروف كابيتال، وتكون بيها سمول ليترز، يكون بيها أرقام، ويكون بيها رموز، ومن بعدها نسوي ساين أب. ماشي. أنا بالنسبة لي أنا عندي أكاونت، فأني راح أسوي عليه لوج إن. فبمجرد ما نسجل الدخول راح تكون عندنا المشاريع، راح تظهر عندنا المشاريع السابقة اللي إحنا بدنا نشتغل عليها. طيب حتى أنا أريد أسوي لي مشروع جديد، راح أروح على النيو ترينكت. راح تشوفون إنه أنا عندي البايثون اللي هي البايثون فيرجن 2. طبعاً إحنا الكورس مالتنا راح يكون هو عن البايثون 3، وبالأخص هو النسخة 3.8. فأنا راح أختار البايثون 3. راح يفتح لي هنا راح يفتح لي الواجهة اللي أنا راح أجي أقدر أشتغل فيها، وبهذا الجهة هنا راح يكون التنفيذ. راح نكتب إحنا أول برنامج إنه اللي هو print، وأفتح قوس وراح أقول hello world. حتى أنفذه راح أقول run
راح تشوفوا هنا أنا راح يبدي ينفذ وراح ينطيني النتيجة. أريد أخزن البرنامج مالتي، فمن شير، من شير طبعا بالمناسبة البايثون 3 بالترنكت احنا ما نقدر نسوي له سيف بالنسخة المجانية، فاحنا ممكن نسوي له داونلود، ممكن نسوي له داونلود ونقدر نقدمه إذا احنا نريد نقدمه كواجب. فإذا أنا أنفذ البرنامج هنا من بعدها شير وداونلود. طبعا الامتداد اللي راح يكون به البرنامج هو .py. هذا بالنسبة للترنكت.